بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي المتابعين والمتابعات، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد على قناة هبة بريس. نتحدث اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ أو ما هي الأعمال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها في رمضان؟ بداية يجب أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا، لأن الله تعالى قال لنا جميعا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو إسوتنا وقدوتنا ومتبوعنا، فهو الذي نقتدي به ونتبعه ونمشي على سننه وعلى طريقته. وننتقل إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان أجود الناس بالخير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في هذا الحديث ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عملان جليلان من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم. أولهما الجود، الجود والسخاء والعطاء، ويتضاعف هذا السخاء ويتضاعف هذا العطاء حينما يدخل رمضان. وقد رأينا في حلقة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة جوده قد يجود بثوبه الذي يلبسه، وقد يجود بأغلى ما عنده في بيته، لأنه هو أول من ينفذ ويطبق آيات القرآن والأحاديث التي يقولها عليه الصلاة والسلام. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان صلى الله عليه وسلم آية في الجود، آية في السخاء، آية في العطاء. المسألة الثانية التي ذكرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث هو مدارسة القرآن، هي مدارسة القرآن. فمدارسة القرآن مطلوبة في سائر الأيام وخصوصا في رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتدارس مع جبريل القرآن كاملا. وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكر القرآن مع جبريل مرتين، بمعنى تذاكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل في 15 يوما الأولى، ثم مرة ثانية في 15 يوما الثانية. وحينما نقول تدارس ومدارسة القرآن ففيها ثلاثة أعمال. العمل الأول القراءة، لأن القراءة فيها أجر، بكل حرف حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن إن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن قراءة القرآن، جمع الحسنات بقراءة القرآن. ثانيا المذاكرة والمدارسة. المذاكرة تذكر الحفظ، لأن الحفظ يرسخ بالتكرار، بمعنى أنك إذا حفظت ثمنا أو نصفا أو حزبا يلزمك أن تعيده مرات ومرات، تكرره مرات ومرات لكي يستقر ويثبت في القلب. فهذه المدارسة فائدتها الثانية الحفظ وتأكيد الحفظ. الفائدة الثالثة مدارسة المعاني، مدارسة المعاني، بمعنى ينبغي أن يكون لنا في رمضان جلسات قرآنية، جلسات إيمانية، جلسات ربانية. لأن لنا في رمضان جلسات مع المائدة، مع مائدة الإفطار، جلسات مع أشكال وألوان من الطعام، وهذا والحمد لله مما أحله الله. لكن هل ليكون مع هذه الجلسات جلسات أخرى مع أبنائنا، مع الزوجة والأولاد، جلسات فيها مذاكرة، فيها مذاكرة في تاريخنا، فيها مذاكرة في تاريخ المسلمين، فيها مذاكرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مذاكرة في ما يتعلق بتفسير كلام رب العالمين، وهكذا. ينبغي أن نجعل برنامجا فيه
هذه المذاكرة وهذه المدارسة كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل من جهة ومع يعني الصحابة من جهة أخرى، وكان يحثهم على ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. فما أحوجنا إلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال. كذلك من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قيام الليل، وقد قام به 3 أيام مع أصحابه، إلا أنه خشي أن يفرض هذا القيام على الصحابة. قام الليلة الأولى وكان العدد قليلا، يعني صلى بعدد قليل، يعني قيام الليل تراويح. لكن في اليوم الثاني لاحظ أن العدد قد ازداد، وفي اليوم الثالث لاحظ أن المسجد قد امتلأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشفيق والرحيم بالأمة رأى أن يقوم بهذا العمل في بيته ومع أسرته داخل بيته، وأن لا يقوم به جماعة خشية أن تفرض. ولما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح هذا الأمر يعني خشية الافتراض لم تعد قائمة، فأحياها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا من الأعمال التي كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أعمال كثيرة يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رمضان، كصلة الرحم وحسن المعاشرة والمعاملة والتأدب وزيارة المرضى وغيرها من الأعمال التي ينبغي أن نجتهد فيها اجتهادا قريبا، لا أقول مماثلا، وإنما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.